معاكم مدارس دار المعارف. نوافذ رياضيات كي جي 1. هناخد النهاردة مع بعض رقم 9. يلا نعد مع بعض. في كام سمكة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يلا نتعلم نكتب مع بعض رقم 9. نص دايرة وانزل بالعصاية. 9. عدوا معايا في إطار العشر خانات. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وعلى شجرة الأرقام 1 2 3 4 5 6 7 8 9. عدوا معايا في كام آلة موسيقية؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يلا نعد مع بعض على ايدينا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يلا نعد مع بعض. في كام بطيخة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وعلى ايدينا يلا نطلع 9 أصابع. الايد الواحدة فيها كام اصبع؟ 5. برافو عليكو. لما نضيف اليهم 4 أصابع يبقوا كام؟ 9. يبقوا كام اصبع؟ 9. يلا نعد فيه كام تمساح؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اكتب الرقم التالي. ايه الرقم التالي لـ8؟ 9. يلا نعد. هنا في كام سمكة ظهرت في البحر بتاعنا؟ عدوا معايا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. عندي كام أناناس؟ 9. اكتب الرقم التالي. الرقم التالي 7 8. برافو عليك. يلا نكتب الرقم السابق. الرقم السابق لـ9 8. الرقم الذي يسبق الـ9 8. من الأعداد الناقصة. هنا عندي أول رقم 1. في رقم بعديه مش موجود. رقم إيه؟ 2. الرقم التالي لـ2 3. طب هنا أنا عندي رقم 4. إيه الرقم التالي لـ4؟ 5. الرقم التالي لـ5؟ 6. برافو عليكم. وعندي رقم 7. إيه الرقم التالي لـ7؟ 8. الرقم التالي لـ8؟ 9. عندي 9 من الآيس كريم. مع تحيات مدارس دار المعارف.